السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني في الله. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى قد طلب منا بعض الأخوة كيفية استعمال المقام في ترتيل القرآن الكريم اللي هو قراءة المحراب، يعني بصورة بحيث اللي الذي تصلي به أو الناس الذي تأم بهم لا يملون من الصوت. طبعا لأن النغمة والوتيرة الواحدة ممكن تخلي اللي قاعد اللي بيسمع ها يلا عايزك تخلص، امتى الشيخ يخلص، امتى نركع. فأول حاجة أنت يعني تتذوق حلاوة القرآن الكريم وفي نفس الوقت تبدع. أنا كنت حابب بس أول حاجة، في فيديوهات يا جماعة بتبقى الهدف منها الدعاية، بمعنى إيه؟ بمعنى نقول لك مثلا إيه، لو عايز تتعلم المقامات في 6 دقايق، لو عايز تتعلم المقامات في ربع ساعة. طبعا يا جماعة أي حد بيقول الكلام ده هو كذاب أشر، كذاب أهو أكتبها لك أهو، كذاب أشر. تخش كده على الفيديو بتاعه تقول له أه يا كذاب يا أشر، كذاب أشر. ليه؟ المقامات دي عاملة بالظبط زي إيه؟ هي أولا علم، قد تحتاج منك عايزة صبر، صبر وعايزة تدريب. اي حاجة صبر وعايزة تدريب دي تحتاج وقت، فمش ليست وليدة اللحظة. ماشي، زي بالظبط واحد فلاح عايز يزرع بيحط السماد والبذور اهو وبيروي كل يوم هكذا، فاهمني؟ ويجي بعد مثلا الموسم بتاعه 6 شهور سنة واتفر بقى يلاقي الحصاد بتاعه. نفس النظام الناس اللي بتتعلم اللغة الانجليزية، ما تجيش مثلا تقول لي تعلم الانجليزية في خمس دقايق او في اسبوع. الكلام ده كله تخلف وكلام هري ملوش اي لازمة، لا علاقة له بالطبيعة. ليه؟ لأن دي يعني دي قدرات تختلف من شخص لشخص. اه ممكن واحد مثلا يتعلمها في 4 سنين، وممكن واحد تاني يتعلمها في 7 سنين. أنا مثلا في المجال ده من 2000 وكام؟ من 2009، تمام؟ ولحد دلوقتي إلى حد ما، وما زلت بتعلم. إيه لو جيت مثلا تبص الشيخ الشحات رحمة الله عليه، لما تقدم قالوا لا روح المعهد الأول بتاع القراءات وتعالى كمل، نرجع يبقى عندك مقابلة تانية. قعدت 5 سنين والله اعلم، قعد قبلها قد ايه يتعلم امات. والشيخ الطروط نفس النظام. يا ريت ما نسمعش الكلام الهبل ده، كلام السذج ده. كل عيل سوء معذره في اللفظ، كل من هب ودب بيطلع يقول لك المقامات وهعلمك ومش عارف ايه، وهي اصلا سبوبه. وتلاقيه كاتب رقم تحت في الفيديو للتواصل رقم كذا، تعرف خلاص ان ده وش عايز بس يكسب من الحوار ده. اما احنا بفضل الله عز وجل خطتنا واضحة واسلوبنا سهل الحمد لله عز وجل. قلت لك اول طريقة عشان تبقى موضوع المقامات لازم تحفظ الانشودة اللي هي بتقول لك ايه، مقام الرست والعجم جميل، بحيث ان انت بيها مثلا ايه، مقام الرست يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والعجم جميل والله على كل شيء قدير. ده عجم، فأنت بتبدأ بتربط بقى، لازم تحفظ ده. يبقى الأنشودة موجودة عندك. رقم 2، زي ما قلت لك لازم تسمع وتقلد، تقلد شيخ واحد بس بين قوسين كده. الحاجات ده يا جماعة قسما بالله، قسما بالله العلي العظيم، لما سعادتك بتروح معهد الموسيقى العربية، أنا بلخص لك اللي بيتاخد في ال3 سنين عشان تبقى عارف. يعني لازم تقلد شيخ طبقته، مش أي شيخ، شيخ واحد فقط شايف إن صوتك قريب من صوته. فلو صوتك من الطبقة اللي هي الباص تخين، متروحش تقلد عبد الباسط عبد الصمد، لأن عبد الباسط صوته قراره زي جوابه، رفيع جدا. ماشي، فانت تشوف صوت. واحنا بيقول اختار اوسط اللي بيقلده، وما تقلدش بقى اي شيخ بقى اللي هم اللي بيغلطوا. لا، شيخ يعني اذاعي زي الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم إلى ما غير ذلك. شيخ واحد متقن، مع احترام اللي بتوع السعودية، بس بتوع السعودية بيبقى عندهم مد منفصل، احنا ليه مش صح نقرأ المنفصل بنمد 4 حركات ما خلق حروف صح. إذا استوديو حلو مش تسمع بقى تسجيله في وش وفي صدى ومش عارف ايه. لا طب انا اسمعه ازاي؟ زي ما قلت لك انت بتسمع التسجيل في المواصلة وانت نايم، فاهمني؟ طبعا لا اختلاف عليه ان طبعا يعني واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وليس سماع، بس اهو من باب البركة. ولو انت مش بتسمعه يا عم الملائكة بتسمعه قولا واحدا ان شاء الله. يعني فعلك الباطن بيلاقي نفسك بتعمل حاجة اسمها سيميوليشن وانت ما انتش حاسس. تيجي مثلا تاني يوم الآية بالصوت في دماغك، ناقص بس ان انت تخرجها بصوتك، ولازم تعرف صوتك انهي نوع. ما انا ما اجيش اقلد، فاهمني؟ اهو مثلا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين كده. لو يعني زي ما قلت لك، لو حد سمع يقول لك يا عم انت كرهتنا في الشيخ اللي انت بتقلده، زي في ناس كتير بتقلد مشاري ومش عارف ايه، صوتها يعني طبقة مش زي بعض. تمام. قبل ما تنقل على حتة اللي بعدها، خلي بالك التقليد ينقسم لنوعين. اول نوع تقليد اداء. تقليد اداء يعني ايه؟ يعني انا بقلد اداء الشيخ، يعني مثلا الشيخ الطاروتي مثلا ايه بيقول ايه، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. ده أداء لأن هو احترف الأسلوب ده. بس هو اضحك، ما اقدرش اقول لك ان انا جبت صوته، لان الطاروطي يقلد اداء وليس صوتا. حتى ابنه لما اجي يقلده استحاله تجيب صوته صوت زي صوت الطاروطي، فاحنا بنقلد. كذلك الشحات. الا بقى ان في ناس، بعض الناس النوع التاني بقى اللي هو تقليد الطبقه واكيد الاداء زي مثلا مين؟ نعينا ممكن يعني بيجيب اداء وطبقه اسماعيل، فبقى الشيخ مصطفى اسماعيل في بعض الحاجات. بس ياسر الشرقاوي بيقلد الشيخ، بيقلد بياخد اداء اسماعيل، بس ما اقدرش اقول الطبقه. ليه؟ ياسر طبقه صوته حاده جدا تحت وفوق، خلي بالك. الشحات واولاده رحمه الله عليه ما شاء الله طبقه واداء. يعني عشان تميز بين الثلاثه عايز واحد مخضرم بمعنى الكلمه، فلازم تعرف انت انا واحد من دول. والله عرفت طبعا، لا انسى الشيخ محمود الطوخي بيقلد ما شاء الله الشيخ مصطفى اسماعيل، والله اداء وطبقه، وبيقلد برضه الشيخ رفعت. ففي ناس بتنجح في كده وفي ناس بتنجح في كده، انت انا واحد في دول وتوكل على الله. كده كده اسمك ايه؟ تقليد. والتقليد مش وحش. نرد بقى على الناس يقول لك تقليد يا عم انت هتبدا حياتك تقليد، اقول له انت بصراحه ما بتفهمش. ليه بقى؟ يا سيدي العزيز، مفيش حد ما بيقلدش. اديك مثال، يعني حتى منذ الأزل كانت رسائل الأنبياء واضحة. كل واحد، ولقد أرسلنا نوحا إلى أن يعبدوا الله، ولا ثمود أخاهم صالح أن يعبدوا. فكله بيقلد بعضه، أنا رايح دعوة إلى الله عز وجل. بلاش دي. الصنايعي مثلا، نجار، نقاش، السباك، كل دول بيعمل إيه؟ بتبقى أنت مثلا ما عندكش خبرة، بتروح السباك يعلمك مش عارف، ما اسمها تقليد، ما أنت بتقلد، ما بتعلمك يعني بتقلده. اطلع فوق شوية، حملة الماجستير والدكتوراه، ما انت بتروح تجيب رسالة بحثية واحد عملها والمطلوب منك انك تشوفها وتعمل زيها، وتبدأ بقى تضيف بقى، خلي بالك تبدأ تضيف. وانت كنت في الاول قلدت، خلي بالك معايا، بس بعد كده اصبحت بقى ليك. شوف بقى الشجاعة بقى، والتميز هو ان تصنع لك نموذج زي الشيخ عبد الفتاح الطرد. ما هو بيقلد الشيخ الشحات وبيقلد الشيخ الليثي، بس انفرد بمدرسة خاصة به هو، فاهمني؟ طيب ماشي، نبدأ نخش على، أتمنى إن أنا أكون جاوبت على السؤالين دول. تطبيق كده، ترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ طبعا في قراءة بيات. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هو ما فيش اختلاف ما بين التجويد والتحقيق، خلي بالك اسمها تحقيق وليس تجويد. ليه؟ لأن التجويد ليه مراتب. ارجع كده وشوف نفسك كده ماشي، احنا في حدر وفي تدوير وفي ترتيل، احنا ما بين ترتيل وما بين التحقيق. الفرق بس ان انا ايه بسرع سنة في الترتيل. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا. هتلاحظ هنا بقى ايه عملت ايه صبا، لان طبعا خلي بالك انا دايما شعار، مش شعار انا، شعار الناس كلها، تطويع المقام للآية وليس العكس. لو حصل العكس دي بقى الحرمانية بقى، تمام؟ دي آية حزينة. أنا يعني أسأل الله، يعني فاهم أنت، مناجاة. وقد إن أنا بطلب من ربنا إن أنا ما كنتش منهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. طب واحد يقول لي طب أنت جبت المفتاح منين؟ ارجع للأنشودة ده وقال انت كان مقام الرسل والعنكس كان شكر والله بيتك كالسيكا فنه اصيل. وبعدهما الصباح إحساس حزن به. فهمني؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. نقلت حجاز ليه بقى؟ يعني الملك يومئذ إقرار وإثبات. عارف أنت كيف تكفرون بالله؟ حقيقة. فالملك وكان يوما على الكافرين عسيرا. طب ممكن تجيب لي زيها في الأنشودة؟ وإن رمت الأذى حي على الصلاة. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد معذرة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن شوف بقى إيه كرد. طب أجيبها من الأنشودة
التقى بمعنى العزف والرزن اليمين، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. تمام. طيب عايزين نهاوند بقى. النهاوند طبعا بتبقى فيه فرح، ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى ده مقام إيه؟ الرصد. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. هي القفلة مش مظبوط. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل ده بقى مقام سيكا ثم جعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ده حجاز. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني أنا أكتفي بهذا القدر لأنه والله مرهق، ولكن تعمدت أن أنا أنبه هذه الملاحظ. بالله عليكم يا جماعة يا ريت يعني تفاعلوا، يعني مشاركة للفيديو، واللي عايز أي حاجة يكتب تعليق أو كلمة شكر. يعني فمن لم يشكر الله الناس لم يشكر الله. ومشاركة وإعجاب للقناة، وأنا تحت أمركم في أي حاجة.
واي استفسار اكتبوا تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم سمير عبد الغني، جمهورية مصر العربية.